ما أن تتلف باب مركز الغسيل الكلوي لمستشفى الصداقة إلا ويختلجك الألم ونوبات الوجع التي تفوح من جدران المركز المثقل بما فيه من قصص الحرمان. هنا مرضى قدر عليهم أن يكابدوا أنينهم بصمت قاسمهم المشترك مكابدتهم وعائلاتهم صنوف المعاناة، مهددون بالموت في كل يوم، معتمدين أسبوعيا بعد الله على أجهزة تبقيهم على قيد الحياة. يعني لو نطالب وناشد نشتري أجهزة جديدة للمركز، تأهيل المركز بكامله، يعني كتأهيل من أجهزة، من مواد غسيل، من طاقم يكون أكبر، يعني حاجات كلها على سعة، بس احنا نشتغل على الموجود. ما نرجعش أي مريض يعني يطلب غسيل، ما نرجعش أي مريض، مهما من كان من أي محافظة، يعني نغسل أي شيء. أما كاستجابة ناشدنا الكثير، ناشدنا يعني البعض استجيبوا للمناشدة. معاناة المرضى هنا كبيرة جدا من نقص مواد غسيل، نقص علاجات، وحالة المرضى الصعبة. تلاقي مرضى يجي من أبين، مرضى يجي من تعز، مرضى يجي من الضالع، وحالتهم المادية لا تسمح إنها يعني بالأسبوع غسلتين معه. مرضى أبين يجيوا 30,000 32,000 مواصلات، إيش بيودي له هنا يعني؟ معاناة الممرضين يعني لا تخفى على الكل بالمستشفى. راتب 50,000 إيش بيجي للممرض؟ نقص في الأدوية وأعطال في الأجهزة وشح في الدعم وصعوبة في الحصول على مستلزمات جلسات الغسيل باهظة الثمن، على الرغم من مناشدات القائمين على المركز الذين بحت حناجرهم في استجداء الدعم دون جدوى. ونحن نحتاج إلى ميزانية في المكان هذا. كم بيعطي لك الفاعل الخير؟ بيعطيك مرة مرتين، لكن نحن نشتري له داعم مستمر لهذا القسم. الناس تموت، يعني أحيانا لما بتعطل عليك ثلاثة أجهزة، إنه 15 جهاز، لو تعطلت أجهزة يبقى يعني يجي واحد متورم عنده سموم زياد، يراعي لما ينتظر من مريض إنه يروح مشان يجلس بداله، يمكن ما يقدرش ينتظره، يمكن يروح فيها. نظرات المرضى إلينا تحمل معها الكثير من العتاب والملامة، تتساءل بلسان الحال عن ضمير الإنسانية كيف يدير ظهره عن معاناتهم في ظرفهم العاصف ووجعهم الذي لا يزول. ولا المصارف لهم كل يعني بين الأسبوع مرتين 25,000، الأكل في الأسبوع مرتين، وأني ويتغسل وأرجع يومين ثلاثة أيام وأرجع زي ما أنا. ما اقدرش اليوم اتيت مقضوم انهس، يعني ادي الله سبحانه وتعالى اللي خلقنا، والله اجيت امشي وابكي. تعبني مره واحد لي ولي اقول له وحده لا ميتين، والناس يقولوا لي ميتين، الناس يقولوا لي وحده، واحنا مش على قد ما صارت نشا اتواصلني من لحق، يعني تجي من لحق؟ لا من لحق الحين هاي سبت وثلوث. باقي أغسل هنا في الأسبوع مرتين، أروح أتعبت من الغسيل، وأني إن الغسيل ما فيش معانا مواد ولا معانا أي حاجة، ولا معانا حتى المكان يوم تعبانة ويوم أي حاجة، ما معاناش واحد يدمحنا ولا معانا. باقي من الخوخة أنا ما فيش عندنا غسيل، من الخوخة ما فيش غسيل ولا في أي حاجة، تعبنا ما نجي هنا كلي وصلنا خلاص كلي حيانا من جديد. هذا القسم يقدم خدماته لكثير من المرضى الذين تقطعت بهم السبل، ويستقبل حالات يوميا ومن مختلف المحافظات صغارا وكبارا، ينهشهم التفكير بالمرض وجلساته دون أن يترك لهم الخيار للتفكير بما سواه. في هذا المكان تروى آلاف القصص عن مشاهد الموت والأسى والحرمان. مرضى الغسيل الكلوي الذين ترتبط حياتهم بأجهزة تبقيهم على قيد الحياة، وقائمون على مركز بحت أصواتهم وهم يناشدون في استجداء دعم لم يأتي بعد، ومسؤولون ومعنيون صكت أذانهم عن كل هذه المعاناة. وبين هذا وذاك يبقى اعتماد هؤلاء على الله وحده، وهو خير المستعان. صالح حنش، الغد المشرق، من مركز الغسيل الكلوي بمستشفى الصداقة التعليمي، عدن.